مرحبا بكم. هاني رجعت صباح ليل عشيه ابخي ميدي ماتان شي توجور لا فيك فونا ديما معاكم. امشيو الجامعه اليوم ورجع بوحدي. يلا اجيو تسركلو. يلا الاخوت احنا معاكم عاوتاني اليوم كيف ما قلت لكم فيديو جديده. هذه فيديو ليليه غادي نتكلم معاكم في هذا الفيديو على بزاف الامور، واهم حاجه في الاول هي نديرو الصداع. اذا الضجيج مهم جدا، سينو احنا معكم بالهدوء. نتمنى تكونوا كتسمعوا. انا محتاج مصور، محتاج شي واحد ولا شي روبو، مهم حتى شي حاجه تصورني ياكم. غير هادي شنو محتاج؟ محتاج الرحمه تاع ربي، هادي مهمه. محتاج الحب والتشجيع ديالكم، راه بينتوا لي في لي كومونتير. انا جد فرحان وكنقز بالفرحه حيت فتنا 300 ابوني. خصكم تعرفوا بانه في شهر طلعنا ب 250، يعني انه في الشهر الجاي غنطلعوا ب 250000. هي 1000 ملي كندخل فيها السي الحاج، السي الحاج انا يدخل فيها البيكارا ماشي مشكل. قلت لكم الخوت انا جد فرحان. لاشين كدير ايوا طلعت تحت التروتوار كبير. اذا انا دابا جبتكم الاكبر نافوره في روسيا. ها هي غادي نشوفوها كاملين جميعا. فوت انا. وإلا كنتو كتسألوا هاد النافورة علاش كتعبر؟ الخوت هاد النافورة كتعبر على الكمية ديال لي زابوني اللي غادي يجيو عندنا في السنوات المقبلة وفي الأشهر المقبلة. دونك أنا مازال عندي واحد النظرية جد مهمة على هاد الفلوغز اللي كنحط لكم، غادي نشرحها لكم. نتمنى أنكم تفهموها وتساندوها. فلهذا انا دائما ارحب بليزابوني الجداد. الصراحه ما دخلش لاصال، ولكن هذا الفلوغينغ ولا بتعبير اخر بالفرنسي العربي الفلوغاج، وتحيه لنا كاملين. مزيان هادشي كتافي كيوليو بامبين، كيوليو منفوخين بالعروقه. اذا هذه حاجه مزيانه. ودابا كنفيلمها بالتليفون لعساك كون كانت عندنا الكاميرا اللي كان باغينها الوقت كامل. وهذا مكان مازال نزيدكم، مازال بقاو معايا. دابا غادي نمتعكم بالمناهر والمظاهر وندير لكم شي مونتاج يكون حمق مسطي، شي مونتاج مسطي اكزاكتومون. راه ما كنضحكش، راه ما كنضحكش. وشي ناس كيسحب لهم انا كنضرب شي حاجه قبل ما فلوغي. انا الحمد لله ما كنضرب والو. انا عندي واحد القدره الهيه الحمد لله كتمكنني انني نحماق بدون مخدرات، بدون شراب، بدون كحول، بدون الكحول. ولهذا انا كندعوكم وان شاء الله غادي تعلموها حتى نتوما، حيت الواحد انفو كيكتسب القدره ديال زعما قدره الحماق بدون مخدرات، راه كتوصل لواحد ستاد فريمون ديال المجذوبين. دونك مرحبا بكم. يلا هو تخدروا ونتخدروا. لا ناكلوا الخضره ماشي نتخدروا، سي بيان. يلا زيدوا معايا، زيدوا. يلا برك مهضره بزاف، قهرت وانا بالهضره. يلا ورينا شي حاجه زوينه. ريد انا نوريكم. واخا واخا سكتوا. يلا مع واحد السيغمون ديال سيدي محمد رضا السلطان. عجبت تشوفو كي نديرو حريم السلطان بيان سور. صالي لهنا. صدر الآدم
بزاف تحية لأي واحد كان كيبغي يتفرج في شي حاجة وكتحبس ليه مو التلفازة باش تفرج في حريم السلطان. تحية ليك لا مامو واللي عندهم بزاف ديال التلفازات اي نو سون با كونسيرني. المهم ماشي مشكلة، أي واحد تفرج في حريم السلطان كنوجه ليه تحية، أثروا علينا الكلاب ماشي مشكلة. سلطانة خديجة، اتصلي لي على السلطانة هيام وقولي لها إنه ريدا فات 300 أبوني. أيوة فندان باشا، اتصل لي على الصدر الأعظم وقول له إنه الصدر الأصغر جاي لعنده. وانتو يا مشاهدين الكرام وتشوفوا راسكم فلاش واقفين وفين واقفين، تخلعوا دابا تجيكم الدوخه، ولكن جاب الله انتو ما كنصوركم ماشي حاطكم ديال بصح هنايا. دونك لي فرير سور، واحد القضيه مهمه جدا، ما عرفتش واش كنبان، نتمنى نكون كنبان. واحد القضيه مهمه جدا، اخباركم انني هاكيت الشركه ديال التواصل ديال التليفون. غنشرح لكم دابا، انا جديد هنايا فلوسي، ولكن عرفت نختار اون اش كيتسمى، والله الا مشات لي هاد الكلمه وراحوا لي الكلمه صافي الفوكابولير، تعلمت بالتاء مربوطه. او لو كيجيونا الاس ام اس من لي بروف العربيه اللي قراوني في التاسعه كيقولوا لي تحيه مدام ناديه سالو، كيبقاو يصيفطوا لي ميساجات كيقولوا لي رضا راك خطاتي رضا راك خطاتي. بعدا كنشكركم، انا عندي لا ديسليكسي ديما كنخطا ديما لي فوت دورتوغراف، ما عرفتش واش هذا عجز ولا صراحه كاينه. اذا من جهه اخرى لي زوبيراتور هي رجعت، ها حنا رجعنا، اختاريت اوبيراتور مزيان. كنت سيادنا كندير 50 جيجا وساعة ديال الهضره بشحال الا كانت 10 30 درهم، لا ماشي 30 درهم، 375 في 3 و يا سيدنا ابشي سي شو ها. مهم وقال 50 درهم ولا 50 درهم واستمرت 4 شهور وانا 3 شهور صراحه 3 شهور وانا خدام بهذيك بهذاك السيستم ديال 300 روبل كل شهر، ما عرفتش 300 هي 50 درهم ولا مهم قليل الثمن كان. واحد الوقيته لاحظت ان وليت مبليبت، زعما ماشي مبلي، فاش كيكون عندك لي دوني اكثر من القياس في التليفون، هذا السيستم هذا النظام ديال لي زوبيراتور. مثلا كيقول لك شري معنا تليفون وغادي نعطيوك انترنت ايليميت، نعطيوك هضره ايليميت. علاش دابا التليفون راه هو بحال بنادم راه كيعيا مسكين، دونك اون فوا كيضر راسو خصك تشارجيه. والديفو هو انه فاش كيكون عندك داك الشياطه ديال لي دوني كتبقى غير تخدم بالتليفون، كتضيع وقتك، كتزرب المده اللي غيخسر لك فيها التليفون وما كدير والو بحياتك. ولهذا انني قررت سالينا نص ديال بروميير سيمستر خونا صافي، مابقيتش كاع كنخلص هذاك لابونمون. جات واحد العطله شنو وليت كندير، ولات سيادنا درت اليوتيوب ايليميتي بشحال، ب 30 روبل 30 روبل وقال راه هي 3 دراهم 3 دراهم، وقال كتضل تفرج نهار ومطار وانت كتفرج في لي فيديو، ولكن عاوتاني بجهه اخرى كانت خايبه. علاش؟ حيت هذاك السيستم كيولفك انك تكون اش كيتسمى، كتولي فرد من المجتمع، غير كيستهلك. ولهذا انا نحبس كلشي. فاش شافوني انا درت لهم هذيك الهاك ديال يوتيوب داروا لي الضريبه، ولا خصني نخلص 160 روبل على 0 جيجا، وانا صافي قاطعتهم، درت لهم مقاطعه من هذه وقال شي 7 شهور ما خلصت حتى لوبيراتور. حسن اليوم لقيتهم دايرين ليا ايليميتي 200 روبل 200 روبل هي عاوتاني وقال 20 درهم ولا مهم انترنت ايليميتي. فقررت انني نمشي بهذاك الاختيار، وهكذا تمكنت انني نهاكي لوبيراتور. ولكن طلبوا انني نصيفط لهم الصوره ديال الباسبور ديالي والصوره ديال لاكارت سيم، واش حيت جيتهم دري واعر بغاو يعرفوا المعلومات ديالي، ولا حيت بقى فيهم الحال وبغاو يرفعوا بيا شي حال. المهم ولكن غالبا هادشي سي سامبل سي كول سي جونتي. عيت من الهضره.
شحال دابا الساعه ديال تكون الخوت 10 وتولوج وانا بغيت ناكل بيض ومطيشه دونك غادي تجيو معايا للدار اخوان اخوات اعزاء الاكرماء راني دخلت عاوتاني لهنايا زعما للدار ودابا غادي نوجدوا البيض ومطيشه منذ زمان وانا كنتشهاه يلا معايا قبل التليفون تطفى حيت كان فيه ان بورسون دونك وقيلا ما شديتوش لقطات كامله ولكن قلت لكم انني راني عييت من الهضره يلا نمشيو نتغشاو احنا حطينا القميله دابا نقطعوا مطيشه لي شامبينيون والبيض نقطعوا حتى هو غادي نبداو بتقطع البصله دغيا نقطعوها ياكو نبداو بتقطع البصله ومورا غادي نقطعو الثومه حتى هي وغادي نقطعو لي شامبينيون وغادي نزيدو مطيشه في الاخير نزيدو هادي سير قطعت البصله كادني اذا انا الخوت انا دابا كنقطع الثومه عشان الثومه شريتها من السوق ديالها وان شاء الله راه كليكم غادي نديكم معايا للسوق تشوفوا كي داير اذا انا دابا نقطع الثومه درنا هي الاولى هذا سميتها الطريقه بعدا الحمد لله فاش كنت ضايع بزاف الحوايج ولكن الحمد ناري الطرف ديال الثومه تبارك الله قداش ولكن الحمد لله غير جيت لهنا تلاقيت مع عروق واصول مختلفين وعندهم تقاليد مختلفين على ديالنا وتعلمت بزاف الامور منهم الماكله ديال الثومه لان الثومه مهمه بزاف شحال اللي ما كنتش كنحمل الريحه ديالها ولكن دابا وليت كنقدر ندهن وجيب الثومه والناس شوش عاوتاني حنا مفشين الله يخلينا والدينا تهلاو فينا مزيان المهم تهلاو باش نقول لكم داك التهليه حنا اللي كيجينا الله تهليه راه الصراحه خسرانا دونك الواحد خصو يكون مزيان الا كان والديك سخيكت معاك راه هذيك احسن حاجه ولكن خصهم يكونوا ذكيين وسخيكت ماشي مكلخين وسخيكت حيت الا كانوا مكلخين وسخيكت انت بيان سور غتكون ذكى منهم وغادي تقدر تهرب من سخيك هذاك فهمتوا ديك النضيبات ديالهم اذا اجيو رنوا الثومه في البصله نستنى شوي ما تقلى ونزيدو عليها البصيرة إضافة الإبصار كتر 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 فوت زيدو شوية نزيدو شوية ديال السودانية هاهي زدنا السودانية هادي الطريقة الهندية ديال التحضير المهم الصراحة درت الزيت بزاف شويه ديال الصلصه الثومه ولا سمحوا لي تكرست عليكم اليوم في الكاميرا ولكن شويه ديال ما عرفت شنو سميتو الملح غادي نحتاجوها اذا شويه ديال الثومه الغبره ديال الثومه ماشي الثومه فوت كنت غنسد عليكم صافي حنا درنا لي زيبيس من هنا دقيقه غادي نزيدو البصله نقوم الان بتقطيع الشامبينيون سيداتي ساداتي انا قمت بالاضافه ديال
شامبينيون البصله شوفوا كي جات داكشي دقيقه جوج دقائق نزيدو مطيشه. الان قمنا بالاضافه المطيشه وفي الاخير نزيدو هذه الاضافه ديال هذه النبته الروسيه البنينه جدا. راك نعرف نطيب الوالده هاي. تحيه لكم، تحيه لاي واحد كلا معايا وجا بغى ياكل معايا اليوم. الصراحه انا حاير دابا ما عرفتوش ندير الروز ولا ناكلها شي بالخبز ولا والله ما عرفت. المهم الحمد لله عندنا الماكله. تحيه لكم، جو فوز ام توس. اول ابيزود ديال الطبخ مع رضا ان شاء الله مازال المزيد. شاوت اوت تو فوري. هلو ام كوكين يو سي ذات. غادي نختموها بالذوقه، نذوقوا هادشي كي جا بالمعلقه الروسيه. اوب 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 شوف 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 بسم الله. الله الله بسم الله بسم الله بسم الله. شحال واعر. This is so good man. مان انا اي جات انف صافي الحمد لله شبعت صافي. واه صافي صافي سالات الحلقه. سلامه خليوني ناكل دابا. اتشاو.